شو بدي اقول لعظام يعني، كل يوم هيك لما بشوف اولادي قدامي بزعل اكثر، بحترق اكثر، انه قديش كان لك لما بتفقد شيء خلقتي فيه وربيتي فيه بهذه الحياه كثير صعب انك تقدري تطلعي منه، صح. خاصه لما بصير عندك عائله وعم تربى قدامي، الوجع بصير اكبر. وسام بريدي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل عصام بريدي في الذكرى الثامنة لوفاته، ما قاله محزن. وسام بريدي يستذكر شقيقه عصام في ذكرى رحيله، وجه له رسالة مؤثرة وأبكى الجميع. يصادف اليوم 12 نيسان الذكرى السنوية الثامنة لوفاة الفنان اللبناني عصام بريدي شقيق الإعلامي اللبناني وسام بريدي، حيث استذكره الأخير بكلمات مؤثرة أبكت المتابعين. وفي التفاصيل، نشر وسام على حسابه عبر فيسبوك صورة جمعته بشقيقه الراحل عصام بريدي، أرفقها بتعليق باللغة الإنجليزية قال فيه: 8 سنوات 12/4/2015 أحملك في قلبي إلى الأبد، اشتقت إليك أبو العيس، ابقى بجانبي. الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم الشديد وتمنوا أن يمنح الله وسام الصبر على فقدان شقيقه وأقرب الأشخاص إلى قلبه. بعد غياب الشمس شوي بصير يغمق لون الفي. هذا وكان الفنان الراحل عصام بريدي توفي في 12 نيسان من العام 2015 إثر تعرضه لحادث سير مروع على أوتوستراد الدورة في بيروت، ما أدى إلى انقلاب سيارته عن الجسر ووفاته على الفور. واحد فكر أني مصدق كذبتك اللي خبرتيني إياها أنه رنا أجت على المستشفى لتقتلني، خاصة أنه أنا بعرف كتير منيح أنا شو بالنسبة لها. وفي سياق مختلف، نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي على حسابه عبر إنستغرام في وقت سابق مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنتيه من زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، حيث كانت الفتاتان تسرحان شعره وتصففانه على طريقتهما الخاصة. وأرفق وسام بريدي الفيديو بأغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يا بنات، حيث علق باللغة الإنجليزية قائلاً: أصبحت لعبتهما الآن. إذ ظهر وهو يبكي بسبب ما يحصل به، بينما ابنتاه سعيدتان بما تفعلان وتستمتعان بوقتهما بتصفيف شعر والدهما. يا بنات يا بنات اللي ما خلفش. من جهة أخرى، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نشرت ريم السعيدي على حسابها عبر إنستغرام صورة ظهرت فيها برفقة زوجها وسام بريدي، حيث طغت الأجواء الرمضانية على الصورة، إذ علقت ريم مهنئة المتابعين بحلول الشهر الفضيل ومتمنية للجميع صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً. الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بهذا الثنائي المميز، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والحب. هلا عليك مرتي. هذا وكان وسام بريدي نشر في وقت سابق على حسابه عبر إنستغرام مقطع فيديو تضمن صورة جمعته بزوجته وأرفقها بأغنية يا كل الحب، حيث علق على الفيديو بالقول: إذا أحببت أحب من كل قلبك، فلا يمكن للحب أن يكون ناقص.